بابا انت تقول موقف انا بقول موقف يا اخوي خذ عندك نام حول اشغلان ذا عصيمي تهاد والله هو مو مع الطلاب هو مع ولي امر دخل علينا من المدرسه الرجال دخل زعلان وكان كنا وقت الطابور الصباحي اسلم دخل وين المدير كنا المدير موجود ينتظر الرجال ينتظر الطابور يخلص يا عيال ايش فيه وش فيه نسال بعض وش عنده وش عنده وش فيه وش والله ما في شيء يعني ما الخبر انه صار يعني اكشن علشان يجي لي طيب وش هدا قالوا لي اه لما يدخل على المدير السلام عليكم السلام يا اخي انا ولدي امس جاي من عندكم طاق مدرس طاق مدرس ايوه هو طاق مدرس لا مدرس طاق الولد اه اوكي والشيء الثاني طالع منكم انتم ما تدرون بعد ما ضربه المدرس طلع من المدرسه ولا ندري وين راح وقتها لا بلغت ولي امر وما ادري ايش والله اني اشتكيكم والله وين مدرس اللغه العربيه من هو طيب مدرس اللغه العربيه اللي يدرس ولدي رادو شو اسمه طيب الهواش طيب خذ اكشن يمكن اكثر من ربع ساعه اللي طالع من برا واللي طالع مع القزاز قال فلان ما عندنا مدرس اسمه فلان كم ما عندكم هذه مدرسه ولدي كنا شو اسمه ولد قال شو اسمه ولد قال فلان 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 نسال الوكيل الزيت نسال الوكيل نسال المرشد ما عندنا طالب بالاسم ذا نهائيا ولد يدرس اي صف؟ كولد متوسط وانت ابتدائي احنا ثانوي ثانوي والرجال هده وخناق وهوشه يا ولد يوم قلنا هذه مدرستنا قال ايش؟ وتعال يا المدير استلمه بالله انت الحين جيت انت اصلا تدري عن ولدك بالله الحين انت الحين ولدك المتوسط لثلاث سنين يدرس وجاي تهد انا اصلا ادري منين جاتك المعلومات وادري من اللي اعطاك يعني جاي بس مدفوف وزعلان علينا ومسوي انك مهتم بولدك ومسوي ان ولدك يعز عليك وانت مدرسته وانت مدرسته اصلا ما تعرف يعني مشكله ما حنا مدرسه متوسط المدرسه اللي جنبنا ثانوي بعد يعني في حي ثاني يا ولدي تقلب وجهه 70 لون ويطلع ما رد على احد ولا تكلم على احد اطلع مع الباب جاله طاخ الباب يو هذا ما بروح المدرسه هذا بروح البيت سيدي والله مدير ما ادري كيف جابه المدير يا والله فعلا وين كنت مهت لو انك كنت مهتم في ولدي كان عرفت المدرسه اي والله هذه المواقف اللي صعبه صعبه مره دخلت في فصل عدد فيه 40 طالب اقصى الفصل يلا اني اشوفه وانا اشرح في ناس ورا طبعا الطلاب متفاعلين معي ويعطون امثله وكل ما قلت بنشارك كل انه يرفع في مجموعه ورا ما اشوفهم انا فقلت انت اللي